السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الطريقه الصحيحه باش ندخلوا البيض اول مره للطفل. بزاف ديال التعليقات كتوصلني واش نقليوها في الزيت البلديه، كيفاش نعطيوها اول مره. ففي هذا الفيديو غادي نوريكم الطريقه. لكن قبل البيضه الامهات طبعا ما كنبداوش في الاول بيضه كامله، كنعطي فقط الصفار ديال البيض هو الاولاني، وما كنقدموش كله طبعا، كنعطي فقط الربع ديالو. ثم تدريجيا مع ملاحظه التقبل ديال جسم الطفل ديالي كنزيد الكميه. امتى كنبداه؟ بالنسبه لي انا حيت بديت الخضر لبنتي في تمام الشهر الرابع، ملي كملت 6 اشهر بديت لها البروتين بما في ذلك اللحوم البيضاء وحتى صفار البيض. الامهات اللي كيبداو حتى 6 اشهر او 5 اشهر ضروري نتسناو واحد الشهر او شهر ونص فقط ديال الخضار، عاد ديك الساعه نقدر نبدا بادخال البروتين. اذا هنا عندي بيضه مسلوقه سلقتها عادي وغادي نقشرها وغادي نوريكم كيفاش غادي نعمل الصفار. صافي، بعد ما قشرت البيضه حيدت لها البياض ديال البيض وكليتو، وهو الصفار. طبعا في الاول ما غاديش نستعملوه كله، ما غاديش نقدموه للطفل كله، فقط الربع ديالو. اذا غادي نمعس الصفار ديالي مزيان، وانا كنضيف الماء اللي يكون مغلي الا كان الماء ديال الصنبور، الا كان الماء المعدني المعلب فما نغليوهش. غادي نبقى نضيف الماء حتى نوصل للقوام اللي انا باغا. الطفل طبعا في 6 اشهر او 7 اشهر كيكون باقي كياخذ يعني القوام اللي هو خفيف بزاف واملس وما يكونوش فيه حبيبات، كنخدم مزيان الصفار ديالي حتى كنوصل للنتيجة اللي بغيت. وصافي، هانتوما كيف كتشوفوا، هانتوما القوام اللي حصلت عليه. بغينا نخفوه اكثر من هكذا كنخفوه، ما كتبقى فيه لا حبيبه لا حتى شي حاجه. هانتوما كيف كتشوفوا، وطبعا ما كنضيف لا ملحه لا زيت بلديه لا حليب لا حتى شي حاجه، كنقدمه بهذا الشكل. هذا نوريكم القوام ديالو كيف كيجي. هانتوما كنقدموا على هذا الشكل هذا، بحال كنا ما كنضيفوا لا ملحه لا زيت بلديه لا حتى شي حاجه في الاول، فقط كنخفوه بالماء لجوج ديال الاسباب. السبب الاول انه يكون سهل في البلع، ما يمكنش نقدم صفار ديال البيض هكاك مسلوق للطفل، ضروري ما يكون سهل عليه. ثاني سبب انا ملي كنخفوا الحاجه بالماء كينخفض التركيز ديالها، فبالتالي ملي كيخدع الطفل اول مره ما كتجيش قاصحه وما كتسببلوش مشاكل. واحد الملاحظه، اول مره عطيت لبنتي البيض بانوا لها واحد البقع حمراء حول المحيط ديال الفم، وملي بحثت شويه واستشرت البيدياتر قال لي هذا امر عادي جدا، لان الجسم ديالها اول مره كيستقبل هذا النوع هذا ديال البروتين اللي هو جديد، فبالتالي طلعوا لها ديك البقع شويه حمراء في المحيط ديال الفم، بقات واحد 4 ساعة نص ساعة وكتختفي. ثم من بعد رجعت كتاخذوا بلا حتى شي مشكل. فوقاش عطيتها بيضه كامله في 9 اشهر على ما كنعقل، يعني قبل ما تكمل عام كنت بديت كنعطيها بيضه بالصفار والبياض ديالها. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش جيم الفيديو الى عجبكم باش يوصل لغيركم من الامهات اللي محتاجين بحال هاد المواضيع. بالنسبه للامهات اللي في بدايه هاد المرحله هذه، غادي تلقاو بزاف ديال الفيديوهات اللي كتكلم على التنويع الغذائي، غادي تجاوبكم على بزاف ديال الاسئله في راسكم. هبطوا صندوق الوصف وغادي تلقاو جميع هذه الروابط، وانضموا للقناه الى كنتو جداد. السلام عليكم.